في مقطعنا هذا سوف أشارككم تسريبات مضمونة رسمية بطبيعة الحال مفرحة للجميع كالعادة. اشترك في القناة، فعل زر الجرس في هذه القناة للوصول إلى 60,000 مشترك إن شاء الله. أما الآن سوف ندخل في تفاصيل مقطعنا. بنسبة 1,000,000% يا أخي الكريم أننا سوف نحصل على نسخ إيبيك بوستر مجانا يا أخي الكريم. بالنسبة لموعد حصولنا على هذه النسخ، بطبيعة الحال يوم الأحد القادم بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024 إن شاء الله سوف تحتفل اللعبة، يعني كل سنة كما تعلمون تحتفل اللعبة أو تحتفل شركة كونامي وتهدي للاعبي بيس موبايل لفة مجانية في باكج إيبيك بوستر مجانا يا اخي الكريم، او في باكج ايبيك كما حصل على يعني لفه مجانيه او لفتين مجانيتين في باكج ايبيك بوستر، كذلك في باكج ايبيك عفوا. كذلك لمن يتذكر في بيس 2021 حصلنا على يعني نسخ يعني ايكونيك مومن مجانا يا اخي الكريم. بالنسبه لاخر لفتين حصلت عليهما، حصلت على ما اظن على روبسون يا اخواني الكرام، وكذلك حصلت على ما أظن يا إخواني أنا لم أتذكر، حصلت على يعني زامورانو والكثير، وكذلك فاندر فارت على ما أظن يا إخواني الكرام. اكتبوا لي في التعليقات أنتم اللاعب الذي حصلتم عليه مجانا من هذه اللفات. المهم يا إخواني الكرام، يعني سوف يكون باكج أسطوري على ما أظن، سوف يكون باكج يتكون من 16 نسخة، وسوف نحصل على لفتين أو لفة واحدة مجانا، وتكون هذه يعني كل النسخ إيبيك بوستر تتعدى 101 102 يا أخي الكريم. وبطبيعة الحال سوف أترك لكم ثغرات حصولنا على أقوى لاعبي هذا الباكج، لذلك اشتركوا في القناة يا إخواني الكرام. كما قلنا يعني موعد حصولنا على هذه النسخ يوم الأحد القادم يا أخي الكريم، سوف تحتفل اللعبة برأس السنة الجديدة وسوف تهدينا هذه اللفات المجانية. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.